ليه بنخيش في مستريح؟ ليه بنروح لحد بيقول لك انا هديك فلوس قد كده في مده قد كده؟ ليه تبقى ليه ما بتروحش البنك؟ ليه ما بتستثمرش في مشروع؟ ده هنناقشه في فقره ثانيه. ولكن كيف لا تقع في خديعه او تكون فريسه لنصاب؟ معانا السيد اللواء اشرف يعقوب الخبير الامني اللي هندور عنده على روشتة امنيه. مساء الخير سياده اللواء. مساء النور يا استاذ خيري، اهلا بيكم واهلا بالبرنامج اللي بيفجر النهارده. موضوع من اهم الموضوعات الساعه. ربنا يخليك يا فندم. سياده اللواء، ايه اللي مستريح بينقي مواطن شكله ايه ينصب عليه؟ يعني هل بيختار الناس؟ ايه هي مواصفات الضحيه؟ هي زي ما قالت الاستاذه كريمه من شويه في بدايه البرنامج وهي بتقدم الحلقه دي، قالت لكل طماع نصاب، ودي حقيقه. نعم. اي نصاب بيبقى عنده درجه من الذكاء العاليه جدا بيقدر يحدد ضحايا، وهو بيكون عنده استراتيجيه كده ورؤيه بيشتغل عليها من البعد النظر، مين الضحيه اللي تكون معاه، وبيكون من نفس نسيج المجتمع. للاسف ان القضيه دي بتظهر للمجتمع المصري من ان لاخر، ودينا شفنا في مطلع في اواخر السبعينات وفي اول الثمانينات لما ظهرت شركات اللي هي توظيف الاموال، وقد ايه الدوله عانت والمواطنين عانوا، وياما زي ما بيقولوا بيوت اتشردت من وراء الطمع ومن وراء ان الناس مش قادره تفهم ان رجل الاعمال ده ما هوش واحد يلم فلوس ويدي ارباح شهر واثنين وثلاثه وبعد كده مفيش استمراريه. انما لا اقول لابد ان يكون هناك يعني الناس تبقى فيه عندها وعي. الوعي ده هيجي يا استاذ خيري استاذه كريمه، هيجي لما الاعلام المصري في خلال الفتره دي بالذات يقدر يحدد استراتيجيه معينه يقول فيها كل اللي عايز يقوله عشان يمنع الجريمه قبل وقوعها. لو حضرتك طيب سياده اللواء، معلش هقطع كلامك بالعسل زي ما بيقولوا، يعني هستغل وجود حضرتك معانا النهارده، ما تدينا روشته تقول لنا لكل الناس اللي بيسمعونا، لو لقيت واحد اتنين تلاته وطلب منك واحد اتنين وتلاته او اتعاملت بهذا الشكل، اول حاجه تعرف ان انت قدامك واحد مستريح، فبالتالي تبعد عنه خالص، ويا ريت كمان انك تتقدم ببلاغ. اول حاجه طبعا ان هو بيتقدم ببلاغ عن هذا الشخص ويقول ان في حد، إذا كان في واحد ولا اثنين وثلاثة، لأن طبعا تعدد البلاغات ده بيخلي القضية ذو طابع معين، وبيخلي القضية دي بعد تاني للدولة بتشتغل فيها مباحث الأموال العامة. ولابد إن احنا نقول هنا إن في إدارة في مباحث الأموال العامة اسمها إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، دي بتتبع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والأموال العامة هي الجهة الفنية اللي بتشرف على كل ده في جميع الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، في خاصة في توظيف الأموال. الروشتة اللي احنا بنقولها لكل المواطنين، احذر ان كل طمع لازم قدامك نصاب هيجيب رجلك عشان تحط فلوسك وشقة عمرك وتحوشة عمرك. يعني احنا وبرضو لازم نشير ان الفترة اللي جاية، علشان في ناس كتير جدا المواطنين عارفة ان النهاردة الدولة المصرية وقفت على رجليها وابتدت البنوك تقلل الفوائد بتاعتها. الفوائد لما ابتدت تقل في البنوك الناس بتبقى عايزه تدور على حد يديها فوائد علشان تقدر تعيش عيشه كريمه. فالنهارده برضو استاذه كريمه استاذ خيري، المفروض ان ادارات البنوك الجهاز المصرفي البنك المركزي كله يعكف على دراسه شهادات استثماريه وشهادات زي الشهادات اللي كانت طلعت في البنوك الوطنيه، يدي فيها عائد ليه صفه الاستمراريه، يساعد شريحه كبيره جدا من الشعب المصري زي الشريحه اللي فوق الستين، او شريحه ان اللي يكون طلع المعاش وخد مكافاه نهايه الخدمه بيقدر يستثمرها، بتكون اعلى نسبيا من الفايده اللي بتكون على الشهادات اللي هي المتداوله للعام. رقم اثنين، دور النهارده وزاره الثقافه قصور الثقافه انها تعمل سيناريوهات وتعمل مسرح توعي فيه في كل انحاء الجمهوريه. احنا الحمد لله عندنا قصور الثقافه في كل حته. رقم ثلاثة، مجلس النواب، في لجنه في مجلس النواب اسمها لجنه اللي هي اللجان النوعيه، لجنه الاعلام والثقافه والاثار، ومن حظنا ان الاستاذه الدكتوره دريه شرف الدين هي بترأس هذه اللجنه.
ده ليهم دور كبير جدا للاعلام المسموع والمرئي، زي ما حضرتك النهارده قلت واضفت، ليه استراتيجيه تتحط، زي ما كان زمان يقول لك ايه، كان يطلع كده في بعض الحاجات بالعامه كان يقول لك ايه، عواد باع بيته ولا باع ارضه، كانت الناس باع ارضه يعني بيته ولا ارضه ايا ما كانت. ده كله لازم احنا نخلينا الناس النهارده اللي في الصعيد واهالينا اللي هي في الفئات اللي هي بتبقى متوسطه من الحرفيين والناس اللي شايله على فلوسها، ويروح يدي الواحد لا عنده فكره عن اي حاجه، لا هو مثلا الاستاذ خيري راح قرا مثلا كتاب سكيلينج اب لروك فيلر، ولا عنده فكره عن ازاي اداره المشروعات، ولا ازاي مين فيرن هارنس، ولا ازاي استراتيجيه سيوله الاموال، وبعدين اروح اديله تحويش العمر. طبعا شيء من الغباء، شيء من الاستعجال. لابد ان احنا الناس تبقى فاهمه ان النصاب ده هو في الاخر هيخش السجن، هيخش السجن، هتخش النار. بس انت اللي فلوسك هتروح عليك. اذا يعني اقصر الطرق، ويمكن حضرتك اديت لنا تصور الاستراتيجيه ازاي ممكن يتكاتف كل الجهات دي علشان توعي الناس بشكل اكبر وتقدم لهم خدمه، وخصوصا للمحتاجين منهم بشكل افضل وقانوني. احنا بنشكرك جدا جدا سياده اللواء اشرف يعقوب الخبير الامني على وجودك معانا وعلى اجابتك على اسئلتنا. قبل ما تطلعي فصل بس